السلام عليكم ولقاء جديد من سلسلة لقاءات أوفيس 365. معكم محمود أبو تمام، معلم أول ومعلم خبير من مايكروسوفت. اليوم هنتكلم عن أحد تطبيقات أوفيس 365، وهو التطبيق الخاص بعمل الامتحانات والنماذج، ألا وهو تطبيق مايكروسوفت فورمز. فلنبدأ. نذهب على طول على الصفحة الخاصة بأوفيس 365، وتحتوي على العديد من التطبيقات. احنا اللي يهمنا في الحلقة دي هو تطبيق النماذج أو الامتحانات، نبحث عنه، هو موجود اهو بالأسفل. لكن لو عندك انت مش موجود، هنضغط على جميع التطبيقات بالشكل ده ونبحث عن التطبيق اللي احنا محتاجينه، ومجرد الضغط عليه هنذهب للصفحة الخاصة به اللي هي صفحة تطبيق فورمز الموجودة قدامكم دي. النماذج اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده اهو. انت لو ما كنتش اشتغلت قبل كده على اي تطبيق على عمل امتحانات او نماذج، هتتلاقيها فاضية خالص. ممكن ننظم الصفحة اللي قدامنا دي، ممكن ننظمها، ممكن نمسح تطبيق مثلا، نحذف تطبيق، او نفتحه في مصطلح جديد، او ننسخه او ننقله، او اضافة الى مثبت، او ازالة من القائمة اللي هي سلة المحذوفات، او ممكن اعمل له مشاركة معي بالشكل. طيب احنا عايزين نعمل تطبيق امتحان جديد. في نوعين من التطبيق ده، في نوعين. اولا امتحان او اختبار جديد، ده بيكون بدرجات. اما النماذج ده فبيكون من غير درجات، يعني هما مش هيختلفوا عن بعض كثير الا في حكاية الدرجات. ده استبيان وده امتحان. احنا هنضغط على اختبار جديد ونشوف هنعمل. دي صفحة النموذج او عمل امتحان جديد. اول حاجة موجودة عندي اللي هي العنوان. اول حاجة اللي نبدأ بها اللي هي العنوان بالشكل. العنوان طبعا موجود او ليه عدد معين من الكلمات او من الحروف، يعني لانه عنوان مش موضوع كامل. يعني مثلا هنقول امتحان، نكتب امتحان الصف الثالث. طيب ممكن قدام امتحان الصف الثالث هنا مثلا نختار ندرج صورة معينة خاصة بالامتحان، او ممكن نسيبها فاضي عادي، مش أي فيش اي مشاكل. الوصف، ادخل وصف الامتحان، ادخل وصف الامتحان. والوصف ده يختلف عن العنوان. الوصف في اللي ملهوش عدد محدود من الكلمات، يعني ممكن تكتب موضوع كامل، ممكن تدرج اكتر من رابط فيه كمان، وهيظهر عندهم في الامتحان بتاعك. مثلا نكتب وقت هنا اهو، نكتب مثلا مدرسة الشهيد أسامة أحمد إسماعيل. طيب هنشوف المعاينة مع بعض. دي هي علامة المعاينة، هنرجع ليها على طول. يعني هنبص فوق هنا هنلاقي انه بيتم الحفظ تلقائي، يعني مش محتاج تكون في قلق وانك ما تمش الحفظ، لا، الحفظ بيتم تلقائي. هنبص على المعاينة، هذه العنوان هو امتحان الصف السادس، مواد الوصف اللي احنا قلنا عليه، مدرسة الشهيد أسامة أحمد إسماعيل. أما دي علامة القارئ الشامل، دي اللي بتساعد مثلا ذو الاحتياجات الخاصة. رجوع تاني إلى صفحة العمل، هنبدأ بقى في إضافة الاسم. من كلمة إضافة جديد هيكون عندي كذا كذا اختيار للسؤال. هنبدأ احنا بعمل نص، يعني دائما الامتحان يبدأ ايه بالاسم. هنطلب منه مثلا الاسم، اسم التلميذ. الخانة اللي تحت دي هي خانة الاجابة اللي هتظهر دي السؤال، واللي تحت دي الاجابة. طيب الاسم ده مثلا هنضع على كلمة اجابة طويلة، مش من يستحسن يعني. طيب هل هو مطلوب؟ نعم مطلوب، الاسم لازم يكون مطلوب.
لو كده سميناه مش مطلوب، ممكن يعدي الامتحان من غير ما يكتب ايه اسم. لا هنوضع عليه درجات؟ لا طبعا اسم مش هنوضع عليه ايه اي درجات. تمام، هنبص على المعاينة او اتكتب الاسم، هيجي التلميذ هنا يكتب ايه اسم. طيب نرجع تاني للصفحة اللي عمل الامتحان ونضيف إضافة جديدة. طيب هنبدأ أسئلة. هناخد مثلا أول سؤال هو اختيار، طبعا هنكتب السؤال، نكتب سؤال مثلا ولد سعد في عام كذا، ودي هي الاختيارات اللي احنا ممكن نكتبها. مثلا هنكتب هنا 1958 او 1959، وممكن نضيف اختيار ثالث معهم 1957، او نضيف اختيار ثالث 1959. هنلاحظ انا ممكن احذف نوع من الاختيارات دول، مثلا انا غلطت وكتبته تاني، بسهولة جدا انا راح احذف كده، بس كده واتحذف. طيب لازم احدد الاختيار الاجابة الصحيحة المطلوبة من التلميذ 1958 مع الاجابة صحيحة، وممكن اسيب له رسالة مثلا هنا، اسيب له رسالة معينة مثلا اكتب له فيها احسنت، اكتب له فيها احسنت مثلا، او مثلا هنا ممكن اسيب رسالة اقول له حاول مرة ثانية مثلا، او ممكن اسيب له رابط فيديو يشرح له موضوع سعد زغلول. طيب لو كلمة اجابات متعددة هنا في الاختيار ده ما ينفعش اكتب اجابات متعددة لانه لم يتولد في اكتر من سنة يعني. فهل السؤال ده مطلوب؟ نعم مطلوب. معلم عليه علامة ايه؟ مطلوب. انا ممكن احط اضع درجة هنا مثلا درجتين. تمام، ونرجع تاني للمعاينة ونشوف ايه اللي حصل. هذا الامتحان الصف السادس، الاسم ولد سعد زغلول في عام نقط، وهنا بص الاختيارات ممكن اختار واحدة بس او دي او دي او اي اجابة او اي اجابة فيها. تمام، هنرجع تاني للامتحان، بس انها عندي في اي تعديل. طيب لو انا عملت علمت على اجابات متعددة ايه اللي هيحصل؟ هيكون قدام التلميذ انه يختار اكتر من اجابة، ممكن يختار دي او دي او دي او هما الثلاثة مع بعض. يعني هنشوف المعاينة اهو، ممكن محدد لي ثلاث اجاباته، تختار الاجابة ايه، اجابة او واحدة او اثنين او ثلاثة. تمام، هنرجع تاني للامتحان. من إضافة جديد هنرجع للنوع التاني من أنواع الأسئلة، إضافة جديد إلا هو نص اللي احنا شفناه فوقها بإضافة الاسم. طيب في عندنا كمان نوع من الأسئلة اسمه تقييم، هنضغط عليه كده بالشكل ده. التقييم يعني مثلا لو حبيت أسأل عن تقييم معين، مثلا أقول ما رأيك في أي حاجة معينة، هنا هيكون التقييم عبارة عن 5 مستويات بس. لا ده ممكن يكون من مستويين إلى 10 مستويات، ممكن أخد 9، ممكن أخليهم 6، كمان ممكن أغير الشكل من نجوم إلى رقم مثلا دوائر زي كده، وممكن أخليها 9 أو 7 أو 2 أو 3، أنا أفضل 5، وهنختار مثلا النجمة، وهوضع له نقطة معينة درجتين مثلا، وأخلي السؤال ده إيه، السؤال ده مطلوب، السؤال ده مطلوب. ممكن أضيف عنوان فرع تحت السؤال ده أقول له ما رأيك كذا كذا، وممكن أضيف مثلا أضيف صورة من هنا من على الجهاز نفسه. تمام، طيب
طب هنبص هنا اهو مثلا في خانة، هنضغط كده اهو ونشوف ايه اختيار اضافة الصورة. ممكن ادراج وسائط من صورة او فيديو. هناخد صورة مثلا، والصورة هيكون لنا قدامنا 3 اختيارات: بحث من بينج، نبحث عن صورة معينة من محرك البحث بينج، او من ون ضريف الموجود الخاص بك انت، او ممكن احملها من على الجهاز عندي. ممكن احملها من على الجهاز عندي نوع. تمام، مفيش اي مشاكل. اضغط عليها كده احددها، وبعدين ادوس عليها اوبن، فهتظهر عندي قدام السؤال اللي احنا حددناه. تمام كده، هنشوف المعاينة ايه شكلها. قال السؤال الاول: ما هي اسمك؟ ولد سعد زغلول في عام كذا، وما رأيك؟ مثلا هنحدد له ان يدونه مثلا نجمة واحدة او نجمتين او 3. هنبص كده في السؤال التقييم نفسه. لو رجعنا تاني لسؤال التقييم، هنقول مثلا تسمية، ممكن نجمة واحدة مثلا، اقول له ضعيف جدا، اقول له ضعيف ضعيف. طيب 5 نجمات، ممتاز ممتاز، اللي هو لو ضغط نجمة واحدة يبقى خط ضعيف. طب وداك نجمتين يبقى مقبول، وثلاثة وخمسة بنفس الطريقة. طيب شوف، ما اضافت نوعية جديدة من الاسئلة، وهي سؤال التاريخ. مثلا لما بنسأل مثلا نقول له عن تاريخ ميلادك، ونكتب تاريخ ميلادك، وهيكون مطلوب ونحدد عليه نقطتين. تمام، او ممكن نضيف عنوان فرعي، اما اضافة تفريع دي حاجة تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب انا لو عايز السؤال ده اخليه بالاعلى من خلال السهم ده، اخليه في الاعلى، او ممكن انزله تاني من السهم ده، او ممكن امسحه خالص من علامة المسح، او ممكن انسخ السؤال دي من علامة النسخ، يعني دي نسخ. ممكن انسخ السؤال، ممكن انسخ السؤال، او ممكن احذفه خالص، او ممكن اطلعه للاسفل، او ممكن انزل بيه اطلعه للاعلى، وممكن انزل بيه للاسفل. اضاف السؤال جديد، اضغط على السهم كده اللي هو سؤال التصنيف. سؤال التصنيف من الاسئلة الجميلة والمهمة. هنصنف مثلا، نقول مثلا رتب الاحداث من القديم الى الحديث، من القديم الى الحديث. احنا هنا هندخل الاختيارات الصحيحة، يعني مثلا هنبدأ ب2000 هنا تحت في الخيار الاول، نكتب 2000، الثاني 2001، بعديها 2002، ونضيف سؤال ثالث 2003. دي هي من القديم للحديث الإجابات الصحيحة. طيب وهنخلي السؤال ده مطلوب. لو بصينا على المعاينة الخاصة بسؤالنا، هيقول لك رتب الأحداث من القديم إلى الحديث، أمامه القارئ الشامل زي ما احنا قلنا ونبهنا، ده خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. طيب هنا الأسئلة أو الإجابات مظهرتش بالترتيب، لأ متلخبطة. الطالب نفسه هو مثلا ده اللي هيبدأ مثلا هنا 2000، ده بداية صحيحة 2001، بعدها هيبدأ يطلع بيها للأعلى والأعلى والأعلى، هيبقى كده 2000 2001 2002، طالب 2002 أعلى كده الترتيب الصحيح، وبعدين هيضغط إرسال. يبقى احنا في إعداد الامتحان، احنا في إعداد الامتحان هندخل الإجابة الصحيحة 2000 2001 2002 2003 2003.
طيب لو ما عجبناش السؤال زي ما احنا حبينا، ممكن نحذف السؤال او ممكن ننسخه او ممكن نطلع به للأعلى او ننزل به للأسفل، بس هنا مش منشط عشان ما فيش أسئلة بعده. نضيف سؤال جديد ونوعية جديدة من الأسئلة اللي هو سؤال إضافة ملف. إضافة ملف، لما بطلب ملف معين من التلميذ، مثلا أي ملف يكون مطلوب من التلاميذ، هيحدد لي تحت إنه أقصى حد مسموح به من الملفات. ممكن يكون ملف 2 3 5 6 7 ملفات، 6 ملفات، 8 9، مثلا عدد 3 ملفات. طب الحجم المطلوب للملف ممكن من 10 ميجا إلى 1 جيجا على حسب اللي أنت محتاجه، 10 ميجا بايت أو 100 ميجا بايت أو 1 جيجا بايت. طيب طب عايز أحدد أنا نوع الملف اللي أنا محتاجه، PDF، فيديو. هنضغط هنا ونحدد نقول نوع الملف. احنا هنحدد نوع الملف، عايزينه PDF هنعلم على PDF. طيب عايزينه فيديو هنعلم على فيديو، عايزينه صوت هنحدد على صوت. طيب انا لو عايز كل الملفات دي مش هعلم على اي حاجة منهم خالص، هسيبها فاضية كده. تمام. طيب هنبص مثلا هنحدد PDF ونشوف المعاينة ايه اللي حصل. السؤال هنا ما كتبناش احنا السؤال، هنقول تحميل ملف، مكتوب تحته اقصى حد مسموح به 3 ملفات، المسموح به حجم الملف الواحد 100 ميجا بايت، نوع الملف PDF. طيب هنرجع تاني للأسئلة وهنشيل العلامة من على PDF ونشوف المعاينة ايه اللي حصل فيها. شوف هنا اهو نوع الملف المسموح به، اداني جميع الملفات الموجودة، اكسل، PDF، PDF، فيديو، صوت. تمام. نرجع تاني وضع الأسئلة، إضافة سؤال جديد. هنشوف خدنا احنا التصنيف او خدنا تحميل ملف، هنبص على سؤال لكرات. السؤال ده من الأسئلة الجميلة اللي هي مثلا احنا هنكتب ضع صح او خطأ، ضع صح او خطأ. مثلا هنا هنكتب سؤال مناخ مصر معتدل. طيب هنا هنكتب صح، جنبي هنكتب خطأ. هنكتب خطأ. طيب الاختيار التالي احنا مش عايزينه، هنعمل له حذف، واللي بعده حذف، والخامس حذف. لو عايزين نضيفها من علامة الزائد دي هنضيف السؤال اللي احنا عايزينه. تمام. طيب هنحدد له درجتين، يبقى سؤال 7 ضح صح او خطأ، مناخ مصر معتدل. هنشوف المعاينة، طريقة السؤال ده هتظهر ازاي امام الطالب، هتبقى بنفس الشكل. لو كان مناخ مصر معتدل هيحط نقطة او يعلم على صح. طب لو كان خطأ يعلم على خطأ. تمام. والجملة التانية بنفس النظام، هيعلم هنا او يعلم هنا. وبعد ما يخلص الامتحان هيضغط على كلمة ارسال. هنلاحظ في السؤال في علامة نجمة، النجمة دي معناها انك ما تقدرش ترسل الامتحان بدون الاجابة على السؤال، الاسئلة المتعلمة بالطريقة دي هي لان اسئلة مطلوبة. ارجع تاني الوضع عن الامتحان، هنضيف سؤال جديد من اضافة، نت برمتر سكور. شوف نوعية السؤال ده. طيب استبيان، ده استبيان. لو حبيت اهو استبيان معين، ما احتمالية مثلا ادائك الامتحان القادم، هل انت مثلا محتمل انك تقضي الامتحان، مثلا لو اعتقدنا ان 0 دي غير محتمل للغاية، و10 دي محتمل جدا.
محتمل ايه؟ محتمل جدا. طيب هنشوف المعاينة، السؤال ده هتكون ازاي. طيب ما احتمالية اقتراح استخدام التطبيق على صديق او زميل؟ طيب هضغط على 2 يعني يدوب محتمل، 5 متوسط الاحتمال، 10 محتمل جدا. ممكن دي انا اخليه مثلا وبعد كده اضغط ايه ارسال. ده طلب استبيان معين من تلميذ معين. في نوعية جديدة من الأسئلة، نضغط كده نكون خلصنا معاكم نوعيات الأسئلة المطلوبة. طيب لو حبيت زي ما احنا قلنا مثلا سؤال زي كده الاستبيان ده مثلا حبيت خليه بالأعلى، هنقول الأعلى كده عن طريق السهم. طب لو حبيت انزل بيه للأسفل اضغط على السهم كده، النسخ اشيل النسخ منه. تمام. طيب في حاجة جديدة تانية ممكن إضافة تفريع للامتحان، هنيجي على السؤال اللي فيه الاسم كده اهو. تمام. وهنقول مثلا إضافة تفريع، إضافة تفريع. تمام كده موجود التاني، هنشوف ايه اللي حصل. نرجع كده اهو معينة. مثلا الاسم ده هيجاوب من بداية السؤال كذا، مثلا الاسم هناخد مثلا من بداية السؤال التاني. طيب وليسعد زغلول في كذا كذا، هندوس رجوع نرجع للاستيل المعينة. تمام. طيب خلصت الامتحان، ممكن انا اعاينه بشكل طريق الكمبيوتر اللي احنا موجود، او ممكن اعاينه بشكل جوال كده. ده اللي هيظهر لو كان بيستخدم تليفون، كان بيستخدم موبايل. هدوس اضغط رجوع. طيب لو بصينا على كلمة الاستجابات هتلاقيها مفيش اي استجابة، ان احنا لسه ما بعتناش الامتحان للتلاميذ. اما هنشوف ازاي نبعت الامتحان للتلاميذ وازاي التلميذ هيجاوب عليه. كده انا خلصت الامتحان. في ممكن انسق الامتحان، اختار نسق معين بجانب الامتحان زي كده اهو، او ممكن اختار اللون، او ممكن اضيف نسق معين، ممكن اضيف تحميل صورة، او ممكن تخصيص لون. لو قلنا تحميل مثلا هيديني نفس الاختيارات اللي هي بحث بينك او ون درايف او تحميل او ايه او تحميل. تمام. النسخ زي ما احنا قلنا النسخ. طيب بالنسبة للمشاركة هنضغط على المشاركة، ده رابط الامتحان. هل انت مثلا يمكن الاشخاص في مؤسستي فقط الرد على الامتحان، او بامكان اي اشخاص معينين، ممكن احدد اشخاص معينين هما بس اخد اكوادهم اسمائهم وارسلهم امتحان، او لاي شخص يكون معه رابط يجاوب على الامتحان. احنا نفضل اي شخص يكون الناس خربت معاه يقدر يجاوب عليه عن الامتحان. طيب لو حسيت ان الرابط ده طويل مثلا ممكن اعمل تقصير بخلال الضغط كده. تمام. او ممكن ما اعملش عادي ما فيش اي مشاكل. طيب ممكن كمان شفرة استجابة سريعة، اعمل امتحان شفرة استجابة سريعة بالشكل ده واعمل لها تنزيل على الجهاز عندي وابعتها على الفيس او اي وسائل التواصل. ممكن اعمل تضمين، هنا تضمين داخل السويد، اضمن الامتحان ده داخل السويد، او ممكن ارسل بالبريد. تمام. طيب هنروح للاعدادات اللي هي 3 نقاط. الاعدادات العامة مثلا كده، مثلا اظهار النتائج. لو كان الامتحان ده صح تلقائي اقول اظهار النتائج. طيب مش صح تلقائي، كان الامتحان عايز يشوف الاجابات، ماشي مش هيشوفها، هسيبها كده مقفول. طب الاشخاص الذي يمكنهم ملء هذا النموذج، زي ما احنا قلنا حددنا قبل كده ممكن لاي شخص، ممكن اي شخص يرد على النموذج. طب لو عايز اشخاص معينين هضغط مثلا يمكن في مؤسستي فقط، تسجيل بالاسم او استجابة واحدة. تمام.
ممكن استجابة واحدة يعني لكل جهاز موبايل مثلا أو كمبيوتر هيجاوب استجابة ايه واحدة، أو أشخاص معينين زي ما احنا قلنا في موضوع المشاركة. خيارات الاستجابة، طبعا هنعلم على قبول الاستجابات، ما ينفعش نسيبها فاضية. هيكون في تاريخ للبدء، مثلا لو عايز الامتحان ده يبدأ في يوم معين، في يوم معين الساعة كذا، وحدد تاريخ الانتهاء. مثلا ممكن نخليه مثلا من مدة نص ساعة، بعد نص ساعة خلاص هيقفل معاه الامتحان، أو ممكن أسيبها مفتوحة خالص بداية من يوم 24 مثلا الساعة 10 بالليل، وهيكون مفتوح الامتحان في أي وقت ممكن يجاوب عن الامتحان. طيب تبديل الأسئلة عشوائيا، طيب دي لو حبيت مثلا أنا أبدل الأسئلة تبديل عشوائي، يعني سؤال واحد بعد كده بعد ما يجاوب يرجع يجاوب تاني، الأسئلة تتلخبط مع بعضها تتبدل. تمام. طيب لو ضغطنا هنا تخصيص رسالة الشكر مثلا، أقول له بعد ما الامتحان أقول له أحسنت أو بالتوفيق والنجاح، مثلا أقول له أحسنت مثلا، بعد ما يخلص الامتحان أتظاهر كلمة أحسنت. طيب لو هنعمل إيصالات بالاستجابة، ممكن نعمل إيصال بالاستجابة يعني وصل بعد ما ينهي الامتحان هيجيله إيصال بالاستجابة، أو ممكن الحصول على إعلام بطريق البريد الإلكتروني كل استجابة معينة، يكون هو مسجل البريد الإلكتروني الخاص بها تجينه إعلام بالاستجابة. طيب خلصت الامتحان وجهزت الإعدادات الخاصة بي، أنا هكون مجهز مشاركة هنا وأعمل له نسخ وأبعته إيه للطلاب. تمام. بعد ما يدخل الطلاب عن الامتحانات هتظهر هنا في الاستجابات. هنعمل ندخل على المعاينة ونجاوب الامتحان، مثلا اسم ندخل اسم مثلا أبو بكر، إيه ده مثلا ولد سعد زغلول 1958 زي كده اهو. هنا مارك 2005 مثلا، التاريخ معين هختار مثلا كده اهو التاريخ، هتظهر قدام التلميذ مثلا 2010 مثلا يوم كذا الشهر كذا، مثلا كده نقدم أو نرجع تاني ونختار يوم محدد. تمام. دي الترتيب زي ما احنا قلنا، طيب السهم الأعلى والسهم الأسفل، نرتب الطريقة بتاعتنا. هنا هو تحميل ملف، ممكن نحمل أي ملف، صورة PDF أو صورة من على أي جهاز، بدون عنوان نخلص عليه كده. تمام، عشان نعدلها صح. أم قضاء مناخ مصر، مثلا هنقول مناخ مصر معتدل، والجملة التانية نضغط هنا. طيب محتمل للغاية، مثلا هنقول محتمل، وبعد ما نضغط إرسال هنشوف ايه اللي حصل. ضغطنا الإرسال اهو، قال لي أحسنت إرسال الشكر اللي احنا عرضناها. هنقول مثلا عرض النتائج، النتائج مثلا كذا كذا 14 من 0، مش ما احنا ضبطناش حكاية النتائج، هو ما جاوبناش بطريقة صحيحة. تمام. نرجع تاني رجوع، هنبص على الاستجابات، يهمنا الاستجابات. هنا واحد استجاب، واحد استجاب، الاسم او ظهر الاسم عندي، ممكن اقرا التفاصيل الاسم واقرا تفاصيل السؤال مثلا كذا، كل سؤال له تفاصيل. طيب انا ما عايز هنا، ممكن بيتيح لك ملف اكسل بعرض فيه الامتحان، افتح كده ملف الاكسل، بينزل لي ملف اكسل على الجهاز عندي على مكان مخصص، واضغط كده على ملف الاكسل اللي نزل. معلش انا في مشكلة عندي بس في اللي هي مايكروسوفت اكسل، وبينزل طبيعة كويس فوق اي مشاكل. طيب وبكده احنا نكون طلعنا للامتحان، او في اي سؤال ممكن تطرق السؤال بتاعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.